تقريبا عام 96 استضافت عنيزة تجمع كشفي على مستوى المملكة الكبير، وهذه لقطة، وهذه اللقطة منه هي، وهذه هذه من استعراض اللي شفناه قبل شوي، هذا نفس المناسبة، لكن هذه وهذه من تجمع كشفي على مستوى المملكة. هذه المناسبة هي مناسبات حسن السلام للتميز الكشفي في مرحلة الشباب، والتي تستضيفها إدارة تعليم المحافظة المميزة، وهي النسخة الثانية أقيمت هنا في تعليم المميزة على مستوى إدارة التعليم في مملكتنا الحبيبة. لا أدري ماذا أقول، لكن جزا الله من أحسن إلى هذا البلد كل خير. أبو محمد فقدناه جسما، أما هو ثابت في قلوبنا إلى أن نلحق به إن شاء الله في جنات النعيم. يا مرحبا بالساحة الكشفية، أقولها وقت افتتاح الساحة، اللي باسم رجل علوم حية، لو ما تبدا سيرته فواحة، عبد الله الفرة وبه ماريا، نفسه على درب الوفا مرتاحة، في منهج صاحب وصاحب